بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فرمي أما بالفتح والتشديد حرف تفصيل غالبا. لفظ أما كيف يكلو مفرداتي كأمل سددي بازلي وكردنيان بفتح همزك وبتشديد ميمك حرف تفصيل بزوري. جاء تفصيل وقت يكديت آراوا كأما مثلا شن نوع يا شن دستيها وبشمان ببي لأمريكي كلية جاء لدوائية أو أمر كلية دابشكن. مثلا وقام آية بيروزة كنمونه ناوية توائية كواه فرمي: فأما الذين آمنوا فيعلمون الحق من ربهم، فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون تعال. جالرة مثلا وقتك حق ديت برين آيات قرآني نازل أبن أما كأيما دقل روبرو أبن روبروبون وكمان مشمانيكين بكافروا بمسلمانو بحق طلبو ناحق طلبو هردو دسك لقل آياتا كان روبرو بلام حالا كانيا معلومنيا. مثلا يسبلين أواني كحق طلبن شهل ويستيكا قرن، أواني كناحق طلبن شهل ويستيكا قرن. مثلا أري أواني كحق طلبن قتيشيا وكان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أجر لسورتك خوشاتين أجن أرنا ما حقك ولا يعني برود قالوا حق الله يعني خواته. وليو أوانيك وكافر فيقولون مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا، أما كي نمونه أما شيك خواهناته آخر خواهي قولة مثلا باسي ميشولاك على قرآن بيروزا، باسي جالجالوكاك، باسي ميلوراك، باسي همك، أما نهم ورديلا، أما نهم حشرات. مثلا آنون باشا خواهيك بو عزمتو قورية ميشية باسيكا ميشولة بو باسكا مثلا قاقا في فيها كنيتنو آنكر باقالتو جفنغو أوانا لسر موضوع لحالك أوان لحكمتي أوانا تيناقل إيجي باشا خواهي قورة هالي إن الله لا يستحي خواهي قورة شرم لكزناكا كأقر أن يضرب مثلا مثلا بينيتو مثلا إسا مثلا كبعولة بي ما فوقي بعوضة بيه لعجايبية لتكوليية هلو ميشولانية هنوعي كانية شزيكي دريجي بيوه ايدا لوشتر اي خميني ابو تكوليية كهيتي ايتو خوال لشكري خواهي تعالى تكولو قوري ما بزنية خوة تيران ابابيل زلنين مثلا توت مشاكي ام هوا بيما زلزلانا كاي خن الروي عاسمانو ايساكاري بيكا ولي خواهي تعالى مثلا تيران ابابيل اكي قرده كا صغرم نابي باشا فيليكي مثلا شاد 2000 كيلوي مثلا بشي بهينك خويني بدنك قلمتك كولا اخويني مثلا بازي خوايا هو ميشولش تربازي خوايا بني اسرائيل هنا كان قبطيه كان بشي خوي غور ورس كلو بكله باسبي اسبي يعني دا خوان اسبي بدور نافر عالمي جاء مجاري عليه أجر وقتك أمان اللي أما مثلاً اللي أداء خلق لبرابر يا ابن بدود أستا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أويك إيمان الله وما حقه خواخوي ويستيتي سبائما نجزانين حتما بوما بس تكي حق أمان يفرموها شاكا. ولو أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أما تشي أخواي كريتي نعوذ بالله وكبلين مثلا أما عين درويا أما لا يعني خواه ناعتو أو بهانا جيري جات مشاكل كواتا آلو ودر أكوي أها هدل سوري والضحاة باشا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر مثلا، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني مثلا وقت يكشتيك مثلا مجموعة خلق يقهنك أو مجموعة خلقا هر يقب خصوصيته تايبد من ديك لقل يكا جاء أو نوا أم باشا أم خصوصيتانا أم تايبد من ديانا كهيانا أو أنا مثلا لو خلقا داري تايبد من دي يتمن هتيويان هيا أو أنا مثلا داري
سؤال و پرسیار و یا خوازیارن احتیاجیان هیا امانه مثلا وزعکان چیه حکمکان چیه خواهی گوره بو امایه گنیت سر امیان امایه گنیت سر امیان امایه گنیت سر امیان شیکاری لسرکا کاتا او تفصیله یعنی دوای شتی مجمل دی شتیک با مجمل و با کلی ذکر کراوا لدوایا خواهی گوره دانه دانه تفصیل یعنی داره او دسیانه وایا او دسیانه وایا کواتا امایا بو توزیح و شیکاری لسر اوزاع و احوال دستجات گروه دستا جا امکنیه هاتوا غالبا وايا شنو قال اخر اما جي بي اكا جاري واشي او اما يبو تفصيل نايا وفيها معنى الشرط للزوم الفاء وللزوم الفاء ولا اما دا هي معنى شرط يعني حتما معنى شرطيه بس يا زالي معنى شرطي هاي باشا شرطي تيايا ولا للزوم الفاء شنو كفي لازمه بو تيلوي تيلوكي يعني هسه اجا اما اسمي اجا إيش عبارة اسم فعل نائب دواء اسم يقدي بدوايا خراف يك ناشي نسر أو دانة أشيت سر دانة كدواء أو دانة ديت آه فأما اليتيمة في كي الله منزلني فأما اليتيمة ناشي سر يتيمك فلا تقهر أشيت سر ما بعدي أو حالبه رشنك أو فايا هميشة ليوا لازمة لكلام عربة زور بندرت ما قرب زرورة الشعر اشتوى مثلا بين أو في لابن و کاری که آن بده صبح یا او و قراره فی کچه سری محذوف بیه لکلاما حتما او فی هیا درک وک امام معنای شرطی تیایا ولی لگلا وک معنای شرطی تیایا ولی تزی محذف شرطی ها باشه و بلازم گیریا ک شرط کی حذف بکری بو و عویل بینهما ول بینی اما ول بینی فاکرا بعیوزها و ریا عن فعلها لبري فعل شرتك شي بعوز يهرا جزء مما في حيزها جزء يهرا وك او جزء لا شيء مما في حيزها هر لويك لبردبي خوياتي يا لحيزي فيك عايه مساعده كانيه يا ما اما اليتيم فلا تقهر باشا اس ايما شرتي اماما شرتك ما حسب كردو ليوا جزاك شي فلا تقهرك يا شي من بعوز شرتك ها وردك يتيمة كمان هي ناوة باشا كاو يتيمة جزئك لويك لحيزي في كاية شنك مفعولي فلا تقرك يا جائسة أما ناخبرين ولا بروك جوان لمحالي بن أما شعري ما ألفي ابن مالك يا ناوة الإراضي أما كمهما يكو من شيء وفا لتلوي تلويها وجوبا وجوبا أليفا أما وقت وايا لمعنى دا وق مهما يكو من شيء وايا مهما يكو مثلا ثانية تو أخواني تو بارين أما بعد زعزر وفخي وملالة درسات توزيحية دنوا مهما يكو من شيء بعد البسملة والحمدلة مهما يكو من شيء نقرشتيق لأشياء حاصل ببه مهما يعني ما يكون ليكونك لتفعل ناقصانية ليوا حربي مهما يكن من شيء يعني أجر شتيق لأشياء ببي يسأو مهما شرطية ذات شرطة يكن كفعل مرغي تامية فعل كيف وجهت بو مهماك من شيء أم جار ومجرور تعلق بسيب حصلي مقدر أبيت حال لفاعل يكنك مهما يكن من شيء في الدنيا بعد البسملة والحمد التي وشي وشي شاكا تادوي أوانا مثلا إن العوامل فإن العوامل مئة عامل مثلا حارب اشتكي أوا اشتك دعا أوان بي أوا لرجدة أو مهما أعلي أما كمهما يكو من شيء وقع ووايا وفا يعني حرف فيه لتلوي تلويها بو تلوي تلوكي وجوبا أليفا بواجبي ألفتي في وجيري أوا يعني حتما بيببي بو تلوي تلوكي جائسة أم دوس يبدا أخوانين ولا سر أوى شن لدو يروى وفيه أقوال يعني لا أو جزء مما في حيزها كأهندري كومال قولي لسر قرك ما نوانا قلقيت أو نبوتي والتزيمة قوله والتزيمة حسف شرطها وعيول بينهما أي بين أما والفاعي أو باجوان لواتب
وجزء مما حيزها مما في حيز، وهو عوّر بينهما عن فعلها جزء مما في حيزها، وذلك الجزء أمور ستة. يعني ممكن يكيق لشاش أمركان من كإيما أول ذكرناها في الكلام المفيد، مثلا مفعول ظرف جاري وهي مثلا مبتدايا خبر أواني جاري رأي أي في الجزء المذكوري أقوال ثلاثة. لو جزء مذكورا أمن بوتي أقوال قول كان سيرسي قولي كيايا، أحدها أنها جزء من أجزائها الواقع بعد الفاء باشا، يعني أو جزء كأيما لوايكين بفاصلي بيني أما وبيني فيك جزئك لو أجزائي كواقع بوا لدواي فيكو باشا، لدواي فيكو مثلا سكانينيا أما اليتيمة فأما اليتيمة فلا تقهر، يتيم مثلا جزئك لأجزائي لا تقهر، يعني لا فلا تقهر اليتيمة أو أبو يتيمة كخصبرو، وهو إما مبتدأ كليرالي مثلا أما زيد فمنطلق، أما مثلا لأصل آوايا أجر ما ملاحظة أو فاصلة نكين مثلا أما فاصلة كدانين فزيد منطلق، فزيد منطلق بلان بو أويكا فاصلة كداني يعني عيوز يكل لبري فعل شرتك هاوردويو فاصلة داني لبيني أما ولبيني فاكلا أو مبتدا كجزئك لحيزي فيك يعني بو أولكي وعلي أما زيد فمنطلق يا وايا، وإما معمول لما وقع بعد الفاء يا معمول أبو أويك دواي فيها كويا هل وقعوا معمول إسمه كنا مفعول به حال به تميز به مثلا حارب سواء كان ما بعدها ما يمنع التقديم مع قطع النظر عن الفاء باشا، كيف خويتي ما بعد فيك ببيا مثلا كان ببيا لما بعد فيك أشتيك وكمانع لتقديم به لقطع نظر فيك مثلا فيك هيج يسمانع يا مانعني كيف خويتي برامج قالوا أشتيك يتر هي مانع تقديم به نبي، وكو مثلا أما زيد فإني ضارب، أما زيد فإني أو لم يكن يا مانع قل أراد نبي مثلا يسمى مانع لرهية جاي توضيح مثال كان للدوائي يا أما يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فزيد منطلق أمك معمول أشياء أما زيدا خوانينا، أما زيدا فإني ضارب أو إخوانا له أما بو مفعولك يا باشا إستا إني ضارب هيا لدواي فيك خم معمولا إني إجازة نادا مثلا معمولي خبرك يتيشكوي أخي ضارب خبر يتي زيد مفعول معمولي خبرك يتي إن معمولا لشواني ترا شواني عادية إجازي بيشكوتني معمولي خبركي نادا، واللي ركا أمايا موضوع هنا كي شواني كي حساس جياواز لشواني كاني تر بوأوي أو فاصلة ببيع، ولولا شو ناكري اسمي إن يا خبركي كين فاصلة ها شن إن ناوي بي خبر بميني ناوي بي اسم بميني معمولي خبركي كين فاصلة، أما زيدا فإني ضاربون أسأل تركيبها كتركيبها زيدا مفعول بولا ريبن بولا ريبن وبيش كوتوا داي أو لم يكن يا مثلا مانع لأرادن وكو أما يوم الجمعة فزيد منطلق، يعني جقل فيك هج مانعك شقنابين أبتل فيك كآية أو في مانع تقديمها يعني لا اختلاف فيها، ولأساسها فنظر لفيك لمثالي كما أما زيد فإني ضارب مانع بو لبيش كوتن، ولا لم جملة أما يوم الجمعة فزيد منطلق أجر صرف نزل فيها كبكين وفيها كبمانع نزانين مانع وجودي لي أما أوى أم جارة جاء لرا بحثي وكالي أمني كالي فيه أقوال لشيء أقوال لو جزاك أكيد بفاصلي لبيني أما وفارة باري أرى أمش من لوا ذكر كردو كاش اللي رابي هنا باشتربو أو يعني أو جزء لوا مثلا أرين لوايا أرين شنك أم شوينة وكو أم قولك أساسية كيسي هنامان أرين شنك أم شوينة أو حساسيتي ونيازما بوفاصلة هيا ليرا دا لمبركان أفرين يعني مانعو برهلستكان بيبي بي نادري أو جزء لحيزك إكيشينو أكين بفاصلة قولتين هيا ليوا أولي من لبيرن بي إجي بري أولي إجي
إيجي أجر جعل وجودي فيك مانع بو أو اشتياتر لدروي أو جملة إيهانين بو فاصلة أجر مانع إجل أرادة به أجر مانع إجل أرادة نبي باشا وكو أما يوم الجمعة فزير المنطلقون أو لا حيزي فيك وإيهانين جزءك دانية تيش قولك جلوا هيا عليه والله شن مانع ببي وشن نبي جقل فيك شن فيك بمانع زاني أو عليه اللي حيزي فيك نعبي به يعني كواتا أقوالك اللي وهي آية أو عوزك إما أو فاصلك إما أيهانين لو اشتاني كلا حيزي فاك فيك آية يا لحيزي فيك آية قصيك هيا يعني يكي لقصكان أما يا عليه أو فاصلة كأيما إيهانين إزرم حتماً أبي هر لحيزي فيك به جاء كما نعبه به وكما نعبه أو يكيك يعني يكيك يعني الله بهيج وجه نعبه لحيزي فيك به عربي أو أو يكيك يشان تفصيلك يجي كاكا أقر مانع جغل فيك مانع تربو أو إجازة نادين أو إلا حيزي فيك لها بيشكو بيتفاصلة ولي أقر مانع نبو إشكالي نيبا أو إلا حيزي فيك هيا بيتفاصلة أما ديار أو كاتا أجر بشي نسر قولي مانع كان أو وقت دي نسر ما تشيب كان لأما زيدا فإني ضاربون أو حاربون يعني شون مثلا أو بينا كان كبرا أم زيدا ما ندره هنا ومفعول ضاربون نية أو ما قال أو بلين بلين أما زيدا يتلعب بين لواء مثلا من مفعول به فعلك مقدر فعلي مقدر لواء ناقل جيرا دواء أما هو به باش بعض لا حيزي فمثلا فإني ضارب أما برين أقرأ مهما يكون من شيء بي مثلا مهما يكون من شيء فإني ضارب أقرأ أخطأ من شيء كيبه فاصلين أبي فإني ضارب زيدا أنت إما زيد ما لحيزك وهنا به تماشى كي لرا ناقنجي بلام لو مثال أبو من مثلا أو زيد أجر ليواب منصوب بيخوينه يا فأما اليتيم فلا تقهر تو اليتيم ليواب منصوب بيخوينه كما فعل وتقهرك خب أجر لصورتك أبلا ولا من لحيزي فيك نمانها وردوه ليرا أشياء عاملة كيبو بياخي منصوب بيكربي حالبي ديو عاملة كيبو ديني فعل إجداني جائز نية فعل كيبو بياني مثلا بيجي اللهم مقر آوى فأما اليتيما باشا فأما اليتيما لا تقهر فلا تقهر مثلا لا تقهر يعني عامل لو ما بعدك باشا أما ديل رجع مثلا بقول إنه أما زيدا أما زيدا ضارب فإني ضارب وش دول ناشرين ناقل جيبوي مثلا التخديد لا تكون فعلا ديبوه أخباشا فعلك يبو أجري أبدا أكري فعلك يبو أجري بلان فعلك أشياء لدواي زيدك وبدأ أجري لدواي أشياء فيك الأسر أو بأمره ولا مشكلة بويا كان أوانوتي أنا كاك الليرة أمام شواني استثنائية أويك اللي حيزي فيك بجرتك اللي هيك وتسري وقد تفارق التفصيل كالواقعة في أوائل الكتب يعني وجاري واشياء أم أما يا معناه تفصيل ناقين تفصيل جابته وكو أويك أو أما يك لسرتاي كتبك وكو أما بعده هو بو تفصيل نهاتوا يعني توشتيه كي كل ذكر نكردوا تا دوائي بي بأما كدابشي كي هاوا نو سمجر منوان أما يكي رام بو تفصيل عن مهما يكون الشيء بابي خو أوي شكي نانا خو أوا كأما يجين أما يبو تفصيله لقل أوا كأما لأصلا مهما يكون من شيء بو فرقي هيا أوا يعني هو فقط بو الشرق لما بو الشرق تفصيله نعم هل أي سنة هل أما كلنا هو معنى هذا هل شبه تفصيل به وشبه تفصيل نبيه أصلا مهما يكون من شيئنا أو بلام هل أم مايا يا هل أم مهما يكون من شيئنا شاكا بو تفصيل شبه بلام بكبيب وغير تفصيل شاته مظلوم لك أجل بو تفصيل به يعني تزمني معنى الشكش أجل بو تفصيل تزمني معنى الطلب أكريه فقط الشكش تفصيل شبه بلا بلا عاري هل لقلش معنى شرطي هرتيايا وقت يكيبوا تفصيلين معنى شرطي هرتيايا أم جاتانية المعنى لوانا إمايا هروق أماوايا بلان بكسري حرفي أولي بالكسري والتشديد أمش حرف عطف على المشهوري
منشور وعي حرف أته ولي وتريد لي تفصيلي عاري إما شاكر وإما كفورة يعني أبيش بودا بشكر دين يشتي كلي أو حالبي تازه من يجرب ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين أو يجرب دا بشكر دين دي ومسلسل مشهور حرف عطف يا لسل مشهور حرف عطف جميل أبال لسل مشهور حرف عطف ترد لي تفصيلي إما شاكر وإما كفورة وللإبهام بو إبهام إيش دي يعني بو أويك شتينا معلوم اللي مبهمك يعني اشتكوا اللي بقره وقو آيات إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو. مثلا إما شاكرا وإما كفورا أولي الأول والي إنا هديناه السبيل شاكرا حالا لإنسانك كفورا إيش حالي دوامك إما كش إما كش بو عطفة ولي أوني هي إما أقر بو عطف بي أبي تكرار أوربي يعني دوان بن داني أقنابي لأنه سأقر إما كبو عطفي واو كير لو حاول سيء واو كان رين واو كعد في إما كاكاتو إما كش عطف ما بعد كي أكاتو سيء واو أكري برام قسيء واش أكري اللي واو عرين أواني واو عرين بو عطفة عرين واو كالغوة لا حد تفكرنا وقبوت يعني بو عطفنيا يا هر قصي أول شيء الله هر وإما كفورا خوي بو عطفة أقولش بس ليه برام نية لواقعة هندي قلتوا أنا باوا أجر أو إما يبو عطف بوايا أو يندويست يعني واوي ندويست بس إما بو عطف نية لا أصلا أوش قصي أو شهية أما لواقعة أجر يا هر الله وإما يتر وواقعة عطفة عطف إما كاتو بس إما وركا مثلا إماج عطف كفورا كاتو بس شاكرا وللإبهام يبو إبهام شاتوا هل وكو آياتك سكان إخوان من زين آياتك إنينا عليها أو يعني مخاطب متكلم قريكيتي مثلا ها إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنة يكي قلو دوانا أو اختيار بخوتة أو بوهن وأم آيات الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أو بو إبهام خوا خوي أفرمي أواني تر تأخير أكريان بو أمري خوا جاء خواي قورا لدوائيا ياليان خوش بيا سزايانا دا إيتي بو إما إبهاما دروسا بيا شون نما نازاين كاميانا كات خواي جاء أما أو أبو إبهام والشكي جاري وعي بو شكا مثلا أري لبسنا يوما أو بعض يوم شكي هيا لو داك آيا روجك يا بعض روجك وللتخيري تزوج هندن تزوج إما هندن دي وإما أختها هل يكون بو أو كبس من هنا يوم نعم أذن كان الشك ذاتا خوي الشك يتياه بو التشكيك ينوتا ونيا بخات الشك خوي ذات اشتكى الشك يتياه بلا مختبع ذات اشتكى الشك يتيانيا أما متكلم خوي ويلي أكا كلم خاطبة شك لنسكا حاربي وإبهام يعني تقريبا وكوبلي نامعلوم كردن تقريبا متكلمة خويك أولي شكي هي بلا موقت وعي خوي شكي نية أنا نا متكلمة ممكنة إما خو مان بي مثلا من شكم لشتكا نية بلا مقرك من مخاطبة كما شكل روسك حالبي بو تأخيرك تزوج إما هندن أو أختها يا بو إباحة تعلم إما نحوا أو صرفا مثلا وإما لازمة قبل المعطوف عليه بها وإما يتر لازمة برل معطوف عليه بأو مثلا إسا أتني مثلا إما شاكرا وإما كفورا ماشا إسا كفورا معطوفا شاكرا معطوف عليها جعل برل معطوف عليك إما لازمة برل معطوف عليك إما تربي ولا تنفك عن الواو غالبا وبزوري لقال واو جيانا يعني أكثر واو لقال يعني الريكة ممكنة جار بجاريك ببي واو بيت مثلا بلا فرزان إما شاكرا إما كفورا إنا حمي شواوي لقال آية بك مثلا لو حالتا يعني قلت معنا تركيبكين أو إما أولي هناك لهم يجب حرف عطفة بلا أبي بحاي بو إما دوا
شو عم بقول؟ برا برا شبه بحاجة لنظري قري أو إما سان إما دو إما أولي شيء. برا بحاجة أوي كذي. ترى باب اسمان بي. ما نقرأ نقول أشي ما نقول بخير. موافق إن شاء الله.